نعيش المحبة ونعيش السلام ونعيش الفرح ونعيش الهدوء ونعيش النجاح ونعيش 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 نعيش الوعي الإيجابي. حياتنا كلها احتفالات كونية، حياتنا كلها سلام كوني، حياتنا كلها حب كوني. أرسل لكم إخواني وأخواتي ورود كونية وحب كوني وسلام كوني، والرب يغطيكم ويملأكم بكل السلام وبكل النجاح وبكل الفرح وبكل الإبداعات. الرب يبارك عوائلكم، والرب يبارك مجتمعاتكم، والرب يبارك أحوالكم، والرب يبارك أفكاركم، ظروفكم. تستلمون اليوم وكل يوم وتعيشون اليوم وكل يوم كل فرص النجاح. قول أخي وقولي أختي معي: أستلم وأعيش كل فرص النجاح. هذا السطر جدا جدا مهم. أمتلئ بطاقة السلام، أمتلئ بطاقة الحب. تقول هذا. من هو الرب؟ الرب هو الفرص الغير المحدودة. هناك طلاب معنا في علوم الميتافيزيكس يدرسون معنا لمدة، ولحد الآن عندما نقول الله الرب هو الفرص الغير المحدودة لا يستطيع هذا الطالب، لا يستطيع أن يعرف ما معنى الفرص الغير المحدودة. من هو الرب؟ الله. هذا الله، الله هو الفرص الغير محدودة. ما معنى الفرص الغير المحدودة؟ يجب أن تعرف أن الله هو الفرص الغير المحدودة. يجب أن تعرف الله هو الفرص الغير المحدودة. هو هذا تعريف الله. الله هو الفرص الغير المحدودة. ما هي الفرص الغير المحدودة؟ الفرص الغير المحدودة هي تقول أمتلئ بطاقة السلام. هذه فرصة يجب أن تعيشها. هو هذا الله. تقول أمتلئ بطاقة الحب. هذه فرصة يجب أن تعيشها. أمتلئ بطاقة الثراء. هذه فرصة. هو هذا الله. مرة أخرى أكرر وأكرر. أمتلئ بطاقة الجمال. أمتلئ بطاقة الإبداع. أعيش الفرص العظيمة في الصحة العظيمة، الثراء العظيم، السلام العظيم، الأمان العظيم. هذه هي الفرص. أنت الفرص العظيمة نفسها. أنت الفرص العظيمة نفسها. فتقول أنا كون الفرص العظيمة. عندما تفكر أن تدرس علوم الميتافيزيكس، يعني أنت تريد أن تصبح أستاذ، معلم، بروفيسور في علوم الميتافيزيكس، يجب أن توضح للطلاب الدرس الأول معنى الله في علوم الميتافيزيكس.
ما هو الله؟ من هو الله في علوم الميتافيزيكس؟ الله لا نستطيع أن نمسكه ونقول أها هذا هو الله، والله لا نستطيع أن نعبده، لا نستطيع أن نعبده، خطأ. تعبد من؟ تعبد شيء بعيد عنك، لأنه في العبادة هناك انفصال زمني. كيف تصل إليه إذا تريد أن تعبد الله؟ كيف تصل إليه؟ كيف تفهمه؟ الله لا يعبد، الله اكتبها على ورقة، لا يعبد، أكرر، الله لا يعبد، لا يعبد، الله يفهم، الله يفهم. الطاقة لا تعبد، الطاقة تفهم، تحفز. الله هو طاقة السلام، فتقول أمتلئ، هكذا أمتلئ بطاقة السلام. يجب أن تعيش طاقة السلام. لماذا؟ لأن الله الذي هو عرفناه، قلنا أن الله هو طاقة السلام، طاقة ذكية، فأنت يجب أن تعيش السلام. أمتلئ بطاقة الثراء، هذه فرصة أكرر. أمتلئ بطاقة الحب، أمتلئ بطاقة الجمال، أمتلئ بطاقة الثقة العظيمة، أمتلئ بالثقة الكونية، هذه فرص. هذه الحلقة تغير كل شيء وكل اعتبار وكل فكرة وكل ظرف فيك وحولك، هذه الحلقة بالذات، لكن يتطلب أو يفترض أنك تكون دارسا معنا. هذه ليست للطلاب الجدد، لأنه تستغرب، يعني في هذه الحلقة هناك استغرابات. هذا الله أو الرب في علوم الميتافيزيكس لا يقترن، انتبه إلى الذي أقوله، لا يقترن، لا يقترن، لا يقترن بالماضي إطلاقا، انتبه. هذا الله الذي هو في علوم الميتافيزيكس لا يقترن بالماضي إطلاقا، لا يقترن بالماضي إطلاقا. وفي العالم المادي مشكلتك، في العالم المادي انك تعيش الماضي، مشكلتك في العالم المادي بدون ان تشعر، بدون ان ماذا، ان تشعر انك تعيش العالم المادي بدون ان تشعر، تعيش الماضي، تعيش الماضي في العالم المادي. انتبه جيدا 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 إلى الذي أقوله جيدا، لأن علوم الميتافيزيكس علوم تركيزية فهمية، تركيزية فهمية. هذا الكأس أنت كيف تمسكه، أو أنا كيف مسكته؟ هذا الكأس أنا مسكته بسبب الماضي، بسبب ماذا؟ الماضي الذي أعيشه. ممكن تستغرب، دعني أوضح أكثر. هذا الكأس كيف مسكته مرة أخرى؟ لأن هذا الكأس مرسوم في عقلي، فأنا وضعته هنا، لاحظ عندما أقول وضعته هنا، لاحظني جيدا، لاحظ حركاتي، أريدك أن تلاحظ حركاتي جيدا، لاحظني. عندما وضعت هذا هنا، هذا ماضي، لأن هذه التنزيلة وضع هنا، أنا الآن في عقلي صورة الكأس، لكن الكأس أصبح في الماضي. الآن هذا الكأس هو في الماضي، الماضي دمر البشرية، والماضي حطم البشرية، الماضي يقترن بالوهم
الماضي يقترن بالوهم، فالكأس غير موجود، لكن بسبب الماضي وضعنا اعتبارات لي وجود هذا الكأس هنا، ولوجود هذا المكتب هنا، ولوجودي أنا على الأرض. الآن مثلا أنا أتكلم مرة أخرى، الكأس موجود بسبب الماضي. بسبب ماذا؟ بسبب الماضي. انتبه إلى هذه النقطة، بسبب الماضي. فأنا إذا أريد أن أمسكه مرة أخرى لكي أشرب الشاي أو الكوفي أو الماء، كيف استطعت أن أمسكه مرة أخرى؟ لأنه هو أساسا موجود في الماضي كحقيقة وهمية، وهذا يسبب مشاكل كبيرة 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 كبيرة. بمعنى عندما تنهض صباحا، أنت كيف وأنت تنهض صباحا، أنت كيف تجلس في صالة بيتك؟ كيف تجلس في صالة بيتك؟ تجلس في صالة بيتك لأن صالة بيتك مرسومة في وعيك. فأنت تتمشى في هذه النقطة من صالة بيتك، تذهب إلى المطبخ، تصعد فوق، تنزل تحت، مرسومة في الماضي. وهذا هو الخطأ، الخطأ الخطأ الخطأ، لأنه كل اعتباراتنا سوف تكون مقاسة. كل اعتباراتنا سوف تكون ماذا؟ مقاسة من الماضي. ميكانيكي سيارات كيف يقوم بتصليح في هذه المهنة؟ كيف يقوم بتصليح سيارة عاطلة؟ لأنه يعيش الماضي، لأنه هو في وعيه هو صلح سيارات سابقة، اكتسب خبرة، فالإنفورميشن موجودة من الماضي. كيف ترتدي ملابسك؟ ترتدي ملابسك بسبب الماضي، لأن ملابسك أنت تعرف أين مكانها، فتتجه إلى المكان لأنه مرسوم في عقلك من الماضي. كيف وجد المكان؟ وجد المكان الذي فيه ملابسك بسبب الماضي الذي أنت بنيته، فأنت تتجه إلى المكان الذي فيه محفوظة ملابسك. وكيف تمد يدك هكذا وتختار القميص أو البدلة؟ بسبب الماضي، شغال الماضي فيك. وهنا المشكلة الكبيرة، لأنه هذا الماضي مشوش ملوث بقصص، بأمراض، باعتقادات سلبية، فأنت تأخذها معك. تعيشها. فعندما تخرج إلى الشارع مثلا وترى، وأنت تتمشى في شارع ترى إنسان حزين مثلا، أنت تتأثر. لماذا أنت تتأثر؟ لأنك أنت مرتبط بهذا الشخص الحزين من الماضي، لأنك أنت قسته. كيف قسته؟ قسته من الماضي. افهمني وافهمينني، ركز على ما أقول. عندما أمسك هذا الكأس، كيف مسكته أنا؟ كيف مسكته؟ لأن هذا الكأس لدي أنا اعتبارات، بمعنى بيانات، اعتبارات بمعنى بيانات، بمعنى معلومات لدي محفوظة في عقلي الباطن، اعتبارات أو ديتا أو بيانات لهذا الكأس. الكأس غير موجود، الكأس غير موجود. وعندما أريد أن أتناول أشرب ماء، كيف مسكت هذا؟ كيف مسكته؟ لأنه مكانه أعرفه موجود هنا،
ولأنني أنا باستمرار وأنت باستمرار تتناول أو تتفاعل مع الأشياء باستمرار، أنت تتناول وتتفاعل مع الأشياء فباستمرار أنت تعرف مكانها وتعرف مذاقها وتعرف لونها وتعرف أشكالها وظروفها. وبالتالي تصاب بدون أن تشعر بالأمراض، تصاب بدون أن تشعر بالمخاوف، تصاب بدون أن تشعر بالموت. لماذا يعيش الإنسان أو ما يسمى يعيش الموت أو يحدث تحدث حالة الموت؟ تحدث حالة الموت لأن الإنسان يعيش في الماضي. الزمن هو ماضي. تذهب إلى سوبر ماركت، كيف تعرف أنه سوبر ماركت؟ وكيف تفهم أو تعرف من أي مكان أنت تدخل في السوبر ماركت؟ بسبب الماضي، لأنه البناية، بناية السوبر ماركت أو بناية الجامعة مرسومة في عقلك من الماضي. هذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ الذي لا يعرفه، نعم الذي لا يعرفه أغلب الناس، أن الشخص يجلس على كرسي، هو لا يعرف أنه يجلس على كرسي الماضي، لأن هذا الكرسي رسم في وعينا من الماضي. حتى عندما أمسكه هكذا لاحظ، وحتى إذا تايبينج أكتب على اللابتوب أيضا من الماضي، لأنه أنا مرسومة في عقلي صورة الماضي، صورة الأوفيس، صورة البيت، صورة الطعام الذي نتناوله، الأفكار التي نفكر بها. عندما تغير السيستم وتكسر حلقات الماضي أنت لا تتصور مدى النجاح العظيم الذي تحققه في حياتك، أنت لا تتصور مدى النجاح العظيم الذي تحققه في حياتك. كيف؟ انظر إلي جيدا، انظر إلى عيوني وانظر إلى فمي كيف أتكلم، وادخل في مشاعري وأفكاري. الآن نبدأ بكسر الماضي، بكسر الماضي. إنسان مصاب بضعف في النظر مثلا، لماذا الإنسان مصاب بضعف بالنظر؟ بسبب الماضي. فهنا انتبه للذي أقوله، هنا هذا الشخص يبني صورة، والصورة تكون عيون صقر. فهنا عندما يبني هذا الشخص، يعني ينهض صباحا، هو لا يرتبط، هذا الشخص عندما ينهض صباحا هو لا يرتبط بمسكة الكأس، هو يمسك الكأس لكن هو يبني صورة عيون الصقر. هو صقر يحلق في الفضاء. وأتحدى كل إنسان، أتحدى كل إنسان لديه ضعف في النظر، عندما يطبق هذه التمارين يرجع نظره. لماذا يرجع نظره؟ لأنه هنا هو يتحد بالطاقة الكونية التي هي كما قلنا في بداية الفيديو طاقة السلام، طاقة الحب، طاقة الفرح، طاقة الصحة. فهذا الشخص الذي هو ضعيف بالنظر، انتبه، هذا الشخص الذي هو ضعيف بالنظر عندما يشرب الكأس هو لا يبني اعتبارات الماضي، هو يبني الصورة الكونية. ما هي الصورة الكونية؟
الصورة الكونية هذه أعظم العظائم. الصورة الكونية هي طاقة، فيبني الإنسان صورة الضوء، يبني الإنسان صورة هو طائر صقري، يبني صورة هو ضوء، هو أرض، هو بحر، هو ملاك ضوئي. فهنا أنت تنفصل من الماضي، من العالم المادي. فهذا الشخص الذي هو لديه ضعف في البصر باستمرار يبني عندما يتفاعل مع الأشياء المادية، هو يحمل في داخله صورة الصقر الذي يحلق بقوة، وعيونه عيون الصقر، يعني هو يتفاعل مع المادة لكن هو ليس من المادة، ليس في المادة. هو يتفاعل مع العالم المادي لكن هو ليس من العالم المادي، هو صقر، عيون الصقر. تكسر الماضي، افهمني وافهميني، تكسر الماضي. فهنا هذا الشخص عندما يبني صورة انه هو الصقر الذي يحلق بحرية وقوة وسلام وفرح، وأيضا ممكن أن يطبق، سوف نوضح أيضا تطبيقات عديدة أخرى، بمعنى أنت في المطبخ تعد كأس الشاي، أنت تبني صورة طائر الصقر القوي، طائر الصقر القوي، وأنت تعمل أو تدرس تبني صورة، هذا مهم الذي أقوله الآن، تبني صورة أنك الطاقة الضوئية الكاملة، الطاقة الضوئية الكاملة التي تغلف الأرض، الطاقة الكونية الكاملة التي تغلف الأرض، الطاقة الكونية الكاملة، حلقة ضوئية، دائرة ضوئية، أنت دائرة ضوئية تغلف الأرض. بمعنى أنت تدرس، أنت الآن مثلا ممكن تشاهدني، أنت تدرس، طالب جامعي أو رياضي، عندما تشعر بعدم فهم، تشعر بتعب، تشعر بخوف، تشعر بتشاؤم، تشعر بقلق، حول، أي ابني صورة وأنت حلقة ضوئية، طاقة ضوئية كبيرة تغلف الأرض، أنت طاقة ضوئية تغلف الأرض. لديك مشروع تجاري، أو لديك سفر مهم ومتردد أو خائف، ما هو السبب؟ السبب لأنك تعيش الماضي، لأن هذه المشاريع هي بنيت في عقلك، مثل طفولتك ومثل الملابس التي ترتديها ومثل الطعام الذي تتناوله، كله في الماضي. فهذه الأمور تولد مخاوف. فأنت لديك مشروع سفر، لديك مشروع تجاري، حول 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 فكرك من الماضي إلى الدائرة الضوئية. يعني أنت لديك مشروع سفر، عندما تستعد للنوم أنت طاقة ضوء، أنت دائرة ضوئية، حلقة ضوئية كبيرة جميلة تغلف الأرض، تغلف الأرض، تغلف الأرض. هنا يجب أن ينتهي القلق، ويجب أن ينتهي الخوف، ويجب أن ينتهي الموت، ويجب أن ينتهي الفقر. لماذا؟ لأنك أنت الآن أصبحت الفرص الكونية ذاتها، أنت أصبحت الآن الفرص الكونية ذاتها، أنت أصبحت الآن الفرص الكونية ذاتها.
تمشي في شارع وأنت مصاب بالقلق مثلا أو خائف، ممكن خائف من مجموعة، خائف من شخص، وأنت تمشي في شارع، حول ابني صور، وأنت طاقة ضوئية تغلف الأرض، وأنت طاقة ضوئية تغلف الأرض، وأنت طاقة ضوئية تغلف الأرض، وأنت طاقة ضوئية تغلف الأرض. شغل، ينتهي أو تنتهي مخاوفك. لماذا مخاوفك تحدث؟ لأنك أنت متصل بالماضي. أنا أريد أن أكرر، عندما مسكت هذا كيف مسكته؟ بسبب الماضي، لأن هذا موجود في الماضي، فقلت أها هذا هو الكأس، مسكته. لكن مع هذا الكأس، هي ليست فقط مسكة الكأس وتنتهي أو تنتهي القصة، مع الماضي تأتي الأمراض وتأتي المخاوف ويأتي تأتي العقائد أو الوعي السلبي. عندما تمشي في شارع، أنت تعتقد أنك تمشي في شارع، وأنت تعتقد أنك تعيش في الأرض، لكن الحقيقة أن الأرض نفسها أتت من الماضي. الأرض نفسها أتت من الماضي، انتبه، الأرض نفسها أتت من الماضي. كيف أتت الأرض؟ كيف أنت تؤمن بوجودك في الأرض؟ لأن الأرض بنيت فيك، في وعيك. الأرض بنيت فيك، ودولتك بنيت في وعيك، وشكلك لو كان أبيض أسمر بني في وعيك. فجمدت، جمدت يعني قللت، حددت بالمادة. الأرض موجودة بسبب الماضي. فهنا وأنت في بيتك، عندما تفتح شباك تقول أفتح شباك الحب وشباك الحضور، وترى الشباك شباك كوني، ترى بيتك، لا ترى في الأرض، ترى بيتك في أكوان أخرى، وترى مدينتك مدينة ذهبية في أكوان أخرى. تفصل نفسك من المادة. تدخل إلى مطبخك تقول أدخل إلى مطبخ السعادة، هكذا مطبخ السعادة. تأخذ حمام تقول أدخل إلى حمام الخلود، والماء يغطيك، ماذا تعمل عندما أنت تأخذ شاور؟ لا تبني صورة وأن هذا الحمام شاور روم، باللغة الإنجليزية شاور روم، وبيتك موجود على الأرض، وأنت تأخذ حمام تبني صور، وأنت تبني صور وأنت في كون آخر على جانب بحر، وتسبح في الكون الآخر في ذلك البحر الذي هو في الكون الآخر. هكذا افهمني وافهمينني، كلما أنت تفصل نفسك، أي ترقى، ترتفع إلى الفكر الكوني، تتحرر من أمراضك النفسية والعاطفية والجسمية، حتى تتحرر من الموت. لماذا الموت موجود؟ بسبب الماضي. هذا الذي أنا أرتديه، القميص، بسبب الماضي، لأنه أنا عندما أرى هذا القميص كيف أنا اقتنعت به؟ كيف آمنت به؟ لأنه في الماضي، موجود في الماضي، صورة موجودة، طفولتك، ذكرياتك، كلها، انتبه الآن، يجب أن تحولها،
يجب أن تعكسها. ونتحدث الآن حول أمر مهم وغريب، مهم وغريب، مهم وغريب وفوق ما أنت تتصور، الذي هو قانون العكس. في الماضي، كل الماضي الذي أنت عشته قصة وهمية، مدرستك، أبوك، أمك، عائلتك، مجتمعك، كلامك، تصرفاتك، كلها وهم، كلها تعكسها. يجب أن تفهم أن الكون ليس فيه ماضي، أنت يجب أن تتحرر من الماضي، يجب أن تتحرر من الوهم. الماضي وهم، هذا الأوفيس وهم، الأرض وهم، أنت كمادة وهم، هذا الكأس وهم، هذا اللابتوب وهم، هذا اللايت وهم. هذا اللايت كيف وصل إلى هنا؟ بسبب الماضي. كيف مسكته أنا كيف مسكته؟ مسكته لأنه مرسوم في عقلي من الماضي، شغال الماضي في داخلي وفي داخلك. في قانون العكس يجب أن تعرف أن قانون العكس هو الحقيقة، وليس طفولتك، وليس مدرستك، وليس العائلة التي تنتمي إليها. قانون العكس لأنه قانون كوني، فكر كوني، تبني صورة وأنت ذلك الطفل الأمير أو الملك، تبني صورة وأنت ذلك الطفل الأمير الملك، يخرج من مدرسة، مدرستك، وسيارة جميلة واقفة، والدك رئيس جمهورية، وأنت الطفل الأمير الملك، ويستقبلوك. الآن انتبه إلى الذي أقوله، سوف أدخل أعمق. في قوانين العكس هناك ما يسمى بالنتيجة، انتبه، في قوانين العكس هناك ما يسمى بالنتيجة، انتبه، في قوانين العكس هناك ما يسمى بالنتيجة، انتبه، في قوانين العكس هناك ما يسمى بالنتيجة، بالنتيجة. أنت الأمير، الطفل الأمير، أو الطفلة الأميرة، أو الطفل الملك، أو الطفلة الملكة، تخرج من مدرستك وسيارة الملك تنتظرك. يجب أن تكون هناك نتيجة، يعني أنت عندما تدخل في السيارة هذا تبنيه، يجب أن تكون نتيجة، السيارة تتحرك فأنت تعيش النتيجة. سوف أوضح أكثر ماذا أقصد. تدخل في السيارة، السيارة يجب أن تتحرك، أي تتمشى. وأين تتمشى؟ تتمشى في مدينتك. وما هي هذه المدينة؟ المدينة هي مدينة ملكية. وفي أي عصر؟ أنت اختار أي عصر، القرن الحادي عشر، نعم الحادي عشر، العشرين، المليون، المئة مليون. وتتجه السيارة إلى القصر، انتبه، إلى القصر. وفي القصر هناك والدتك الملكة تستقبلك، وهناك وزراء ومستشارين، نتيجة. طيب أنت دخلت في القصر، يجب أن تكمل، ماذا سوف تفعل؟ سوف يأتون لك بمدرس يدرسك الفيزياء والرياضيات، تبني، تبني هكذا. طيب وعندما تنتهي من هذا المدرس، أتى يدرسك الرياضيات والفيزياء، ماذا سوف يحدث بعدها؟ هناك اليوم الآخر، انتبه، واليوم الآخر، واليوم الآخر، واليوم الآخر، تكبر تكبر تكبر، وماذا يحدث؟ يجب أن تتزوج، تتزوج ملكة، تتزوج ملكة، أنت الطفل الأمير. بدأنا معك الطفل الأمير، خرج من مدرسته، ذهب إلى القصر، يأتي لك مدرس يدرسك الرياضيات والفيزياء والكيمياء، تعيش في القصر، تعيش في القصر إلى أن
تكبر تكبر تصبح شاب، تتزوج من ماذا؟ تتزوج من ملكة، وتبني صور احتفال الزواج الملكي، تبني صور الاحتفال الزواج الملكي. وهناك نتيجة أخرى، وبعد أن تتزوج ماذا يحدث؟ يصبح لك أطفال أمراء. هل تلاحظ؟ مهم هذا الذي أتكلم حوله، بمعنى البناء العكسي يجب أن تضع معه نتيجة. هنا في هذا الموديل، موديل الأمير، الطفل الأمير إلى أن يصبح شاب ويتزوج ويصبح له أطفال، ثم أيضا الذي هو أنت، ثم تصبح أنت رئيس الجمهورية أو أنت الملك. هذا الموديل يكسر كل المادة، يكسر كل المادة. تتغير أنت، تتغير أنت بيولوجيا، فكريا، عاطفيا، نفسيا، كل شيء ينتهي من المادة. أنت لا تصبح من المادة. هذا مثال رقم واحد. المثال الثاني، أنت تقول لي أنا أستاذ أريد أن أبني عائلة، أريد أن أتزوج مثلا، يعني تعكس الفكرة، تعكس الفكرة، وأنت وحبيبتك أو أنت وحبيبك تتمشون، تتمشون، تتمشون بجانب بحر، والآن أنتم متزوجون وتنتظرون طفل. لاحظ الآن النتيجة. وماذا يحدث بعدها؟ يحدث بعدها أنه يكون لديكم أطفال. وماذا يحدث بعدها؟ يجب أن تكمل، تكون لديكم عائلة جميلة مستقرة. فأنت تبني هذا، تبني هذا، يعني تتعرف على حبيبتك أولا، ثانيا تتزوجون، ثالثا يصبح لديكم طفل، يصبح لديكم طفلين، يصبح لديكم بيت جميل، تسافرون، تبني قصة كاملة، تبني قصة كاملة. بمعنى مرة أخرى، وأنت جالس في الصالة، بدلا من أن تسمع الأخبار السلبية التي هي من الماضي، وبدلا من أنك إذا تمسك هذا الكأس تعتقد به، تبني قصة الحب وقصة الزواج وقصة الأطفال وقصة العشق الذي وضحناه في هذا المثال، تبنيه باستمرار. هذه هي قوة، قوة الكون. كلما تفهمها، كلما تتبحر بها، سوف تجد أن كل المادة وهم، كل المادة وهم، الشارع وهم، الأرض وهم، كل شيء وهم، المادة. نحن أعطينا حقيقة له، آمنا به. فأنت تؤمن بالكبر، تؤمن بالمرض، تؤمن بالخوف، تؤمن بالفقر بسبب الماضي. مثال ثلاثة، ثلاثة في قوانين العكس، نعكس. تبني صور وأنت تحضر حفلة لأم كلثوم، لكن ماذا قلنا؟ يجب أن تبني النتيجة، تبني ماذا؟ النتيجة. فأنت لديك سيارة جميلة، أنت وزير، وزير، رئيس جمهورية، رياضي، تصل إلى المسرح وتشتري تيكت وترى ناس يدخلون، وأنت تدخل تجلس في المسرح
والصالة تفتح وتبدأ أنت تصفق لي السيدة أم كلثوم، هكذا عكس. وتبدأ الحفلة والسيدة أم كلثوم تغني وتنتهي الحفلة، يجب أن تخرج سعيدا فرحا، تقود سيارتك إلى الفيلا التي في المدينة التي أنت تعيش فيها، فترجع في الليل، ترجع في الليل مع عائلتك مع حبيبتك في تلك الفترة، وتدخل في البيت وتتناول كتاب تقرأه، ثم تغلق الكتاب وتنام. نتيجة. مثال 4، اختار أي برنامج فني، اختار أي برنامج، ماذا؟ أي برنامج فني غربي شرقي يستضيفوك أنت فنان عظيم، يستضيفوك أنت فنان عظيم، تدخل في هذا الشو، ها؟ تدخل في هذا الشو، يصفقون لك الناس هكذا، تجلس تحدثهم عن رحلتك الفنية، وتشعر بالمكان، تشعر بمقدم هذا الشو، وتشعر بالأسئلة، ثم يسألوك الحاضرون حول مشاريعك أفكارك، تبنيه. بمعنى في قوانين العكس يجب أن يكون هناك، تكون هناك حركة، المنتخب الأردني أو المنتخب السوري أو المنتخب العراقي، اختار أي منتخب، منتخب عراقي سوري شرقي، وأنت في ذلك المنتخب، والمنتخب يفوز بكأس العالم وأنت هداف كأس العالم، المنتخب السوري العراقي الهندي، نعم هكذا. لأن الماضي عندما نقول إيطاليا فازت بكأس العالم مثلا أو البرازيل فازت بكأس العالم، هذا غير موجود، نعم غير موجود، نعكسه. ففي الصحف المنتخب العراقي يفوز بكأس العالم، هكذا في الصحف أنت تبني، وأنت صورتك اللاعب العظيم الفنان العظيم التاجر العظيم، أنت هناك تعيش، تعيش. ممكن تبني المباراة النهائية، نعم تبني المباراة النهائية وأنت تلعب 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 وتسجل أهداف، ثم يعلنون منتخبك فاز بكأس العالم وأنت تصعد إلى المنصة حاملا كأس العالم. كلما تدخل في قوانين العكس والتي هي جزء مهم في علوم الميتافيزيكس، تكتشف أن كل الكون مبني على الفكرة، فكرة وكون الفكرة. الحرب العالمية الثانية لا تبنيها، ابني ليست حرب عالمية ثانية، أن البشر وصلوا إلى الحرب العالمية الثانية وتجاوزوها، هكذا. لكن يجب أن تكون هناك نتيجة، بمعنى أنت شخصية إنجليزية، أنت شخصية أوروبية ساكن في بلد أوروبي، تقرأ في الجرائد أنه الدول وصلت إلى اتفاقية السلام ولم تحدث أي حرب، وتعيش النتيجة، بمعنى ليس هناك حرب، بمعنى أن ألمانيا
ليست حدثت فيها هتلر والنازية وهذه الأمور، والدول كلها تتغير، يجب أن تتغير بعدها، لأنه إذا لم تحدث حرب عالمية ثانية فتغيير في الحوادث، تغيير في الحوادث. فنلغي حوادث نابليون بونابرت، حوادث الحروب الفارسية اليونانية، كل شيء تلغيه، تبني شيء، تبني حدث وتعيش الحدث بالنتيجة. هكذا، لماذا أنت عندما نسألك نقول لك متى حدثت الحرب العالمية الثانية، أنت تقول في السنة الفلانية؟ بسبب الماضي، بسبب الماضي. وعندما نقول لك من هو مثلا، من هي الشخصية الرياضية في كرة القدم، ممكن تقول مارادونا أو ميسي، بسبب الماضي. أنت تكون مارادونا نفسه، وأنت تكون ميسي نفسه، وأنت تكون أينشتاين نفسه. قانون العكس، وفي قانون العكس تنتهي كل المعاناة، لأننا نبني الصورة الحقيقية التي ليس فيها لا مسافة لا زمن، بمعنى تتمدد على سريرك، لاحظ، تتمدد على سريرك وترى جسمك ضوء ولديك أربعة قلوب، كيف ترى جسمك ضوء ولديك أربعة قلوب؟ كيف تبني صور جسمك ضوء، وشيئا فشيئا شيئا فشيئا يبنى قلب ثاني هنا، ويبنى ضوء ضوئي، قلب ضوئي، يبنى قلب ثاني هنا، وقلب هنا، وقلب هنا تحت، يعني اثنين هنا واثنين تحت، فور. وأنت ما تزال متمدد على سريرك تطبق أنت جسمك جسم ضوئي، بعدها تبني صورة أخرى وأنت حلقة ضوئية حول الأرض، وتبني صورة أخرى أنت جسم ضوئي يحلق في أعماق الكون، جسم ضوئي، جسم كبير، حجم كبير، ولديك أجنحة كبيرة تحلق في أعماق الكون، وتبني صورة أخرى أنت الملك، وتبني صورة أخرى أنت الطفل الأمير، وتبني صورة أخرى وأنت حائز على جائزة نوبل في علم معين وتستلم الجائزة، وتبني صورة أخرى وأنت مطرب تغني والناس يصفقون لك، وتبني صورة أخرى وأنت في برنامج يستضيفوك، وتبني صورة أخرى أنت متسلق عظيم للجبال ولديك خبرة عظيمة في تسلق الجبال، تبنيه، ابني. وتبني صورة أخرى، المريخ والأرض والشمس والمجموعة الشمسية كلها كون واحد، كله خضار، كله أنهار، كله بحيرات، وكلنا في فرح وسلام وتصفيق وجمال. تبني صورة أخرى، جسمك جسم الحب، وغرفتك التي متمدد فيها غرفة الحب والسلام. قانون العكس، تختفي كل المادة إطلاقا. تنهض صباحا تقول أنهض في صباح السلام، في صباح الحب، وتبني صورة وأنت تنهض صباحا أنت في كون آخر، لا تبني صورة وأنت في الأرض. تختفي كل معاناتك، تختفي كل آلامك، يجب أن تختفي لأنك تنفصل من الماضي، تنفصل من الوهم. كل مخاوفنا، كل آلامنا، كل همومنا أتت بسبب الماضي، past. الآن عندما أقول لك
أنت تذهب إلى مسرح وتحضر لسماع السيدة أم كلثوم تسمع أغنية، هل هذا موجود أم غير موجود؟ بالطبع موجود، بالطبع of course. هذه عوالم حقيقية، بمعنى عندما تكون أنت الأمير، الطفل الأمير، فأنت of course أنت الطفل الأمير موجود. شوارع القاهرة قبل ما أتان عام موجودة، فأنت تبني صور وأنت الملك قبل ما أتان سنة على مصر، هناك في قصرك مثلا لو تريد، موجودة الآن تحدث. تريد أن تبني صور، أنت أستاذ جامعي تدرس مادة معقدة، تبني صور أنت الأستاذ الجامعي، موجود في الكون الحقيقي. ليس هناك انتهاء، بمعنى المسيح موجود، أم كلثوم موجودة، شوارع القاهرة موجودة، موسى موجود، كل شيء موجود، لأنه ليس هناك ماضي. الكون كله عبارة عن فكرة، عن صورة، كون سريع. وأنا أتحدث الآن، انتبه للذي أقوله، أنا أتحدث الآن بعد ثانية من تحدثي، بعد ثانية من تحدثي، بعد ثانية من تحدثي، بعد ثانية من تحدثي، لاحظ أكرر، بعد ثانية من تحدثي، أنا موجود في عالم آخر أتحدث. يعني عندما أمسك هذا الكأس، مسكته وأرجعته في العالم الثاني، هذا يسجل في العالم الثاني، ماذا هذا يسجل؟ فأنا الآن في العالم الثاني، أنا مسكت الكأس. فالبارحة موجودة، بارحتك الليلة، ليلة أمسك موجودة، وليلة أمس أمسك موجودة، والمئات سنة الماضية موجودة، كلها شغالة في العوالم المتوازية. لم أنتهي الآن، هذه ليست كل الوصف. الآن سوف أصدمك. عندما أتناول هذا السبيكر، هذا السبيكر أتناوله الآن، أمسكه، لماذا مسكته أنا؟ لاحظ، لماذا مسكته أنا؟ لماذا مسكته؟ لأن هذه المسكة هي أساساً أتت من المستقبل، فأنا موجود أيضاً في المستقبل قبل أن أمسك، قبل أن أمسك هذا السبيكر، أنا من المستقبل مسكته، فمسكته هنا، يعني في عالم آخر. أوضح أكثر، في عالم آخر أنا الآن، في عالم آخر أنا الآن، في عالم آخر أيضا أقدم هذا البرنامج، في عالم آخر الآن أنا مسكت السبيكر، لأنه عندما أمسك السبيكر في العالم من المستقبل في العالم الآخر، فيجب أن يحدث هنا، فأنا مسكته، بمعنى مسكتي إلى السبيكر حدثت بسبب أن من المستقبل أنا مسكت السبيكر في عالم آخر وحدث المسك هنا، بمعنى أنت في المستقبل موجود، وأنت في الماضي موجود، وفي الحاضر موجود. دعني أوضح هذا، هذا مهم، هذا مهم، مسألة المستقبل أوضحه بالرسم. هذا أنت هنا أو أنا، هذا الحاضر الوهمي، لأن هو كله وهم، فهذا حاضر، ها، هذا حاضر وهمي، يجب أن تعرف هذا حاضر وهمي، وهمي. فحركاتك، هذه الأسهم هي حركاتك، الأسهم ماذا؟ حركاتك، لاحظني جيدا، هذه حركاتك. من أين أتت هذه حركاتك؟ يعني تصرفاتك، أفكارك، أتت من المستقبل، فهذا أنت المستقبلي،
هذا أنت مستقبلي، أنت المستقبلي، اكتبه هكذا، ها مستقبلي. فأنت تتحرك هنا، الحاضر يتحرك، يعني هذا المستقبل يتحرك هنا يؤثر على واقعك. أكرر مرة أخرى، أرسم يعني، هذا أنت في الحاضر، هذا أنت الحاضر، حاضر وهمي، هذا وهم، هذا وهم، حاضر، هذه أكتبها يعني كاتبها أمامك، حاضر وهمي. فهنا حركاتك المستقبلية، هذا المستقبل، هذا أنت المستقبلي، مستقبلي أيضا وهم، يعني هذا أيضا وهم، هذا مستقبل أيضا وهم. فأنت حركاتك هنا، ماذا أقصد حركاتك؟ يعني ظروفك، أفكارك، قراراتك من المستقبل، أنت أيضا تتحرك هنا، بمعنى هنا من المستقبل، إذا تحركت أنت بهذا الاتجاه هذا في المستقبل، فحاضرك هنا، هذا الحاضر أيضا تتحرك في هذا الاتجاه في مستقبلك. أنا الآن هنا في المستقبل، إذا تحركت في هذا الاتجاه، لاحظ السهم جيدا، ها هذا، فأيضا في حاضرك أنت تتحرك في هذا الاتجاه، واضح؟ واضح أخواني؟ بمعنى أنا عندما قلت بمعنى، أنا عندما قلت بمعنى ومسكت هذا الدراونج تابلت وأخذت هذا البن، كيف حدث هذا؟ عندما قلت بمعنى واتجهت وأخذت هذا التابلت وبدأت، أريد أن أوضح هذا كيف حدث، هذا حدث من المستقبل، لأنه من المستقبل أنا مسكت التابلت ومسكت القلم، حدث هنا من المستقبل تحدث كل الأمور، ومن الماضي تحدث، ومن الحاضر تحدث، لا الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل حقيقي، بمعنى أنت عندما بعد هذا اللايف، عندما تخرج مثلا من البيت أو تتناول شيء، خروجك من البيت يحدث لأن من المستقبل أنت خرجته، حدث في الحاضر. عندما مسكت مثلا، أنا الآن دعوني أوضح مثلا مرة أخرى، مسكت هذا البن، كيف مسكته؟ أيضا من المستقبل يأتي، تأتي المسكة، فمن المستقبل أمسك، يحدث هنا، بمعنى أن الحاضر أيضا عوالم متوازية، حاضرنا وهم، قصة، بمعنى عائلتك وأطفالك ومهنتك من المستقبل موجودة، أم كلثوم من المستقبل، إسحاق نيوتن من المستقبل، يجب أن ترى الكون من السرعة، كلما ترى الكون من البطء تدخل في الوهم، إذن في هذا في هذا الكون الذي ليس فيه لا ماضي لا حاضر لا مستقبل، تفتح أمامنا فرص عظيمة، تبني، أنت جسم الضوء، أنت الثقة، أنت الحب، أنت السلام، تبني صورة أنت فنان عظيم، تبني صورة أنت أديب عظيم، تبني صورة أنت رياضي عظيم، تغير الحوادث في الماضي، أي حادثة في الماضي لا تعجبك بدلها، تبني مستقبل عظيم، أي حادثة مستقبلية بدلها،
تبني كوكب جديد. نعم تبني كوكب جديد، يعني هذا القمر لا تراه قمر، ابني 10 أقمار. المريخ لا تراه صحراء، ابني مريخ جرين بارك، المريخ الأخضر. نعم المريخ الأخضر، لأن المريخ الأخضر موجود، المريخ الأخضر موجود، كواكب تريليونات من الكواكب وتريليونات قليلة، 1000 تريليون من الكواكب قليلة، تريليونات من التريليونات من التريليونات من الأزمنة قليلة، عوالم غير محدودة، أزمنة غير محدودة، كائنات غير محدودة، ونحن في هذا الكون الجميل نبني، ابني ابني أكوان، ابني حوادث، غير كل الحوادث الماضية، ابني صورة، وأنت ملك فرعوني، وأعطي نتيجة. بمعنى عندما تكون أنت ملك فرعوني فأنت يجب أن تكون لديك زوجة، فيجب أن تعيش أنت الملك الفرعوني وزوجتك هكذا، وعندما تبني صورة وأنت الملك الفرعوني وزوجتك بمعنى يكون لديك أطفال، تبني صور أطفالك الملوك، وعندما تبني صور أنت الملك ومتزوج من الملكة الفرعونية وأطفالك ملوك، هناك أيضا وزراء، وهناك قصور، وهناك اجتماعات هكذا، نتيجة، يجب أن تفهم أن هناك نتيجة. ابني صورة وأنت طفل عبقري في الرياضيات في مدرسة، وتتكلم في نظرية عظيمة، وعندما ينتهي الدرس يأتون أساتذة ويسألوك ويقررون مثلا أن يرسلوك في بعثة أو إلى دولة هكذا. بناء، بناء، هو هذا الله، هذا الكون، الكون كما قلنا لو كنتم معنا في بداية الحلقة يسمى كون الفرص، فهذه هي الفرص، هذه هي الفرص، فرص غير محدودة في الحب، في السلام، في النجاح، في القوة، في الذكاء، في كل، غير محدودة، infinite possibilities، الفضاء الغير محدود من الفرص، وهذا الفضاء الغير محدود من الفرص فينا، ويريدنا أن نتجه باتجاه الإبداع أكثر والنجاح أكثر والحب أكثر والسلام أكثر. أشكركم إخواني وأخواتي على مشاهدتكم هذه الحلقة، أصلي من أجلكم أن الرب يبارككم بركات الحب الغير المحدود والسلام الغير المحدود والأمان الغير المحدود. أراكم في حلقات أخرى. أخوكم شون.